يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يلزم المدعي بالبينة على إقامة الدعوة على المدعى عليه؟ نعم، إذا حضروا عند القاضي وادعى أحدهم على الآخر قال له أين بينتك، قال للمدعي أين بينتك. النبي صلى الله عليه وسلم لما تداعى عنده رجلان قال شاهداك أو يمينه. نعم، وقال عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم.